نبتدي بوصفة لطيفة قوي، وهي دبابيس الفراخ اللي متبلة ومتحبشة كده بتحبيشة تشاينيز صيني. هقول لكم المقادير: عندنا دبابيس فراخ، عندنا جنزبيل وصويا صوص ومستردة، عسل، ثوم، بشر برتقان، برتقان وجوزة الطيب. نبتدي الأول في التتبيلة. أنا بطلع الكيس علشان هبتدي أتبل فيه وهلبس الجلوفز. التتبيلة دي سهلة قوي وناس كتيرة جدا بتسألني عليها. تتبيلات للفراخ عموما ممكن نعملها بالدبابيس وممكن نعملها بأي حاجة تانية. وصفات الحلقة النهاردة وصفات بسيطة وسهلة. أول حاجة بناخد الفراخ كده ونفتحها. الكاميرا معايا هنا هتبين لكم نفتحها منين. كده مهمة ان احنا نفتحها كده علشان التتبيلة تدخل ونسرع شوية كمان في وقت السوى. طبعا الدبابيس ما بتاخدش وقت خالص. كده تمام. المفروض ان احنا لما نتبلها هتاخد شوية وقت، بس احنا النهاردة هنشتغل فيها على طول، فيستحسن ان الفراخ نتبلها حوالي يعني ساعتين كده هتبقى لطيفة جدا. انا بحط في الكيس ده كيس حراري، لو حابين نستخدم الكيس الحراري وندخله الفرن بالكيس بتبقى هايلة. لو مش حابين انا هعمل النهاردة هحطها في صاجة كده هوريها لكم، بس برضو في الكيس الحراري بتبقى تحفة. هفتح الكيس كده، هحط عصير البرتقال. ممكن نبدل عصير البرتقال بعصير اناناس. هحط شوية من بشر البرتقال. التتبيلة دي تتبيلة كده اسيوية. هنحط الثوم، صويا صوص. نستخدم فيه نوعين صويا صوص، نوع غامق دارك ونوع لايت. ايه الفرق بين اللايت وبين الغامق؟ هقول لكم دلوقتي. هي درجة الملح، يعني ملح الصويا صوص اللايت اقل كتير كتير من الغامق، فيستحسن في التتبيلات ان احنا نحط اللايت. هنحط المستردة كده والعسل. ممكن نستخدم عسل او سكر بني زي ما تحبوا. ادي العسل. العسل مهم علشان هيديها لون وهيتكرمل كده في الفرن، ومع بقى البرتقال ومع الجنزبيل ومع الحركات دي هيدينا النكهة اللي احنا بنحبها. طبعا مش هننسى الملح والفلفل في المقادير. طيب انا تبلت الفراخ اهو، وهحط الجنزبيل حالا اهو. كده تمام. نجيب بس حاجه نبشر بيها الجنزبيل. فين مبشرتي؟ جنزبيل فريش طعمه مختلف تماما عن الباودر، بس لو احنا يعني عندنا في البهارات الباودر مفيش مشكله ان احنا نستخدمه. تمام.
التتبيله دي بقى في الكيس كده. عايزه اقول لكم حتى يعني لو قبلها بليله مفيش مشكله، بس بجد طعمها هيعجبكم قوي. يلا هنحط في الصاج. ليه بقى في الصاج؟ انا حاطه اهو ورق الزبده. عايزين نحط في التتبيله كمان شويه زيت، وهنا شويه زيت حلوين، وندخلها على الفرن. ليه ورق الزبده؟ علشان هيديها لون. لو مفيش مفيش مشكله، بس يعني لو فيه هيديها لون حلو قوي. الفرن بتاعي شغال، ما نحطش الفراخ ابدا على فرن مش سخن. انا بتعامل مع الفراخ المشويه زيها زي الكيك، لازم اسخن الفرن كويس. اوكي، نعتبرها بقى ان هي اتبلت، ونرص الفراخ بتاعتنا كده. هندخلها الفرن علشان تاخد وقتها. نحطها هنا. بصوا بقى دي حلاوه ورق الزبده، انه بيظبط التسويه. عايزه اقول لكم الولاد هتحبها قوي قوي قوي. خلينا نقدمها كده، والباقي هسيبه زي ما هو في الصاج. بزين فوق، بجرنش كده بالبصل الاخضر، بيليق قوي معاها كده اهو.